مجموعة من المتطوعين من طلاب الجامعات الأردنية أخذوا على عاتقهم مهمة نشر الوعي بثقافة العمل بين صفوف الباحثين عنه والتعريف ببرامج التدريب والتشغيل التي تنفذها وزارة العمل بهذا الصدد ضمن مبادرة أطلق عليها فرسان الترويج لمبادرة التشغيل. وجاء هذا اللقاء الحواري الذي شارك فيه وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين جاء لبحث أهم الخطط المقترحة لتطوير المبادرة. للشباب رأيا يجب أن نسمعه، رأي في كل القضايا والمواضيع. بادرت وزارة العمل بالتعاون مع الجامعات الأردنية بلقاءات متعددة للتحدث مع الشباب. نحن لا يجوز أن نفكر أننا نتحدث نيابة عن الشباب، ومن شارك في هذه اللقاءات وهذا اللقاء بالذات اللقاءات السابقة ولقاء اليوم يؤكد ويتأكد بأن للشباب شيئا يجب أن نسمعه. لديهم رأي في كل الأشياء. تحدثنا كثيرا عن ثقافة العيب، تحدثنا عن رغبة عن عدم رغبة الناس بالعمل، لكن خلال لقاءاتنا مع الشباب حقيقة أكدوا لنا أنهم على استعداد أن يعملوا في عدة مجالات. الفريق الوطني القائم على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل شارك بهذا الاجتماع، حيث عرض رئيس الفريق الدكتور عمر الرزاز أهم الأرقام والإحصائيات الخاصة بنسب مشاركة الشباب بسوق العمل الأردني. قد نعكس نفس الوقائع ونفس الأرقام ونفس الإحصائيات، ولكن بمفاهيم الشباب قد تكون التحديات مختلفة اللي بواجهوها، وبالتالي يعني العلاج قد يتطلب إجراءات مختلفة. فعم نسمع لوجهات نظر غنية جدا، وإن شاء الله إذا أعطيت الصوت والحق في أن تعكس هذه الهواجس في برامج تعطيها الصوت وتعطيها الحق في التعبير عن رأيها ووضع برامج تساهم فيها. وضمن خطط المبادرة يقوم هؤلاء الطلاب بالتعاون مع موظفي التشغيل في المديريات المختلفة بتنفيذ لقاءات وزيارات ميدانية تهدف إلى التعريف بفرص العمل وبرامج التدريب والتشغيل المتاحة من قبل وزارة العمل. المحور الميداني اللي بيروحوا طلاب الجامعة مع الموظفين وزارة العمل، بينزلوا على سوق العمل بيتفرجوا بينظروا بالتفحص كبير جدا ايش هي مشاكل العاملين الأردنيين في مؤسسات الأردنية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، شو طبيعة الميزات اللي بيميزوها أصحاب العمل للمواطن الأردني. وساهم برنامج فرسان الترويج لمبادرات التشغيل بزيادة معرفة الطلاب واطلاعهم على واقع سوق العمل. طبعا استفدنا من خلال هذه المبادرة انه نخلق روح الوظيفة داخل المجتمع وداخل الافراد، انه يدوروا على الوظيفة بشكل مناسب لهم بشكل متخصص بالنسبة لهم، لحيث يكون عندهم ابداع ويكون عندهم شكل من اشكال التفاعل داخل المجتمع. في طلاب كتير بتخرجوا ما بيعرفوا ايش الوظيفة المناسبة لهم، فإحنا يعني ممكن نرشدهم، يعني إنه صار عندنا خبرة يعني فكرة منيحة عن هذا الشيء. هذا وقد بدأ العمل بهذه المبادرة في نيسان من العام الماضي بمشاركة 13 طالبا وطالبة، قاموا بما يزيد عن 50 زيارة ميدانية، ووصل عدد الطلبة في المرحلة الثانية التي بدأ تنفيذها هذا العام إلى 130 متطوعا. لبرنامج دنيا يا دنيا، إلين يوسف.